السلام عليكم. ان شاء الله النهارده كله هيخرج وهيكون جايب حركه الباك هاند سبرينج الشقلبه الخلفيه. الحركه دي يا شباب جننت ناس كتير فيكم. اوكي، اول لغز معانا لازم تتمرن في مكان امن زي جراس، اوكي، او اتمرن على شط رملي او مراتب اسفنجيه. اللغز الثاني والاهم بقى هو الشروحات اللي انا هديها لكم دلوقتي. اوكي، حركه الشقلبه الخلفيه ايه اللي محتاجاه منك عشان تعرف تتقنها؟ اهم حاجه يا شباب انك تكون بتعرف ترفع ايدك شويه. اوكي، هتدي تيست لنفسك خفيف عادي جدا، مفيش مشاكل، منور. اوكي، هتدي تيست لنفسك خفيف، ايدك اهيت تطلع لفوق بالشكل ده وتنزل تقف على ايدك شويه، بس يكون دراعك بيشيلك بس كده، مش شرط تقف كتير او تنزل تعمل التمرين ده. اوكي، دراعك يكون بيشيلك بالشكل ده، تمام. بعدين هتعمل سكوات. سكوات ده مهم جدا لان هو اللي هيديك الجامب. بعدين هتعمل رول. طب سكوات ازاي؟ لما تيجي تعمل سكوات اقف على كامل قدمك، ما تنزلش سكوات على مشط القدم، ده غلط. انزل على كامل قدمك وظهرك مفروض للخلف. اوكي، اهو انزل، واحد اتنين، وانت بتنزل بص كده دراعك فوق، خلي دراعك مشدود، دراعك ده خليه مشدود معاك، انزل دراعك للاخر، ها 1 2، وشد لفوق اجين، بص من الزاويه ديت 1 2، من الزاويه ديت 1 2. اوكي، بعدين بقى وانت بتطلع فوق مع السكوات ده ادي جامب، ماي هاندز اب، انزل 1 2، هو ده الجامب اللي هجيب منه الشقلبه الخلفيه. اهو تاني سكوات جامب، احاول اخطف الحركه اخليها سريعه جدا. بص وانت بتنزل بتعمل دبه صغيره كده في الارض 1 2، وانت بتطلع لفوق في الجامب انت بتضرب بكام جزء عشان تفهم؟ انت بتضرب ايدك بقوه، وبتضرب صدرك بقوه، وراسك بقوه، وبتضرب وسطك مركز الثقل بتاعك بقوه جدا. يعني مجرد ما انت نازل تقعد واحد اضرب جامد. اوكي، كده الدنيا بقت سهله معاك قوي. طيب انت لسه كده هتكون خايف من الشقلبه الخلفيه، نبدا بعدين نعمل البريدج، القبه، سهله جدا. هنام على الارض، اوكي، هضم رجلي وهضم ايدي وهطلع ببطني لفوق وهشد ايدي بالشكل ده والف راسي، اهو ده شكل الشقلبه الخلفيه، وده خارج لك جوه اهو. اعمل التمرين تاني اهو. اوكي، اصبح كده انت دراعك قوي في الارض، واصبح كده انت عملت سكوات جامب، واصبح انت عملت البريدج. الكام اساس اللي احنا خدناهم دول بقى هنحاول ندمجهم مع بعض علشان يكونوا الشقلبه الخلفيه. طيب ازاي هنعمل بقى الشقلبه الخلفيه؟ هنبدا دلوقتي بس نعمل الرول، الدحرجه. اوكي، دحرجه للخلف، هنزل تحت بالشكل ده شايفين، وهدحرج جسمي كده، تمام. هنزل تاني هقعد كده سكوات وهدحرج جسمي كده، سهل اهو، اهو هنزل ودحرج جسمك للخلف. الدحرجه دي تديك الامان ان جسمك يروح يعمل رول لورا. طيب هنيجي بعدين بقى هنزود الجرأة شوية ونحاول نقعد تحت ونرمي جسمنا على ايدينا. انا مش عايزك ترمي ستريت، مش عايزك ترمي مستقيم، لا عايزك ترمي نفسك بشكل يعني في انحناء شوية عشان ما تخافش من الحركة، تمام. اهم حاجة وانت بتنزل دراعك دايما بيجي للاخر معاك، يعني مجرد ما هنزل سكوات هقعد بصوا دراعي يجي فين، يجي تحت كده، وتقعد لازم تقعد بوسطك، لان في ناس بتنزل كده بس، لا لازم تقعد بوسطك. مجرد ما انت نزلت اهو واحد، بص بقى مش انت طالع لفوق كده جامب، لف راسك بالجنب، ها بصوا معايا واحد ها اتنين اهو، انزل. انا عايزك تقع كده، انا عايزك تقع كده عادي جدا. اوكي، اهو دراعي اهو، بص الحركه كلها عباره عن ايه؟ سيت اب، انزل اطلع، اقعد اطلع. اوكي، دراعي اهو، نزلت اطلع، ارمي نفسك للخلف اجين. شوف بصوا كده معايا، بصوا معايا اه، نزلت اهو. احيانا ممكن تخاف شويه، عشان كده خليك قريب من مستوى الارض، تمام. شد كل حاجه لورا جامد، دراعي فوق، ها واحد، بصوا بقى اتنين اهو اتنين، بص اسحب للخلف، روح افرد جسمك كده، بص افرد، افرد على ايدك الاتنين، ها واحد اهو اتنين.
شايفين ضربة كتفي؟ شايفين ضربة راسي معايا؟ فالحركة عايزة منك ريبيتيشن، تكرار. اهو دراعي واحد، اهو اتنين كده، بقى اسمها مونكي فليب. مونكي فليب او قفزة القرد، انك بتاخد ايه حركة يعني شبه خلفية بطريقة مائلة. اهو واحد، ها اتنين، هكرر تاني، وان ها تو، اكرر تالت، وان تو، لحد ما تيجي مستقلة معايا، وهكذا مرة بالجنب مع مرة بالجنب مع مرة، اهو بالجنب كده لحد نفسك جبتها ايه مستقيمة كده. هي دي طريقة شلابة الخلفية السهلة. نتمرن في مكان آمن، نظبط الهاند ستاند، نظبط البريدج، لحد ما الحركة ان شاء الله مع الاستمرار تلاقي نفسك واقف كده. اهم حاجة سكوات جمب، ودي لفوق، اوكي؟ اشوفكم ان شاء الله يا شباب الحركة القادمة. Cut!